اسجد لله لله واقترب واقترب. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله أحبتي في برنامجكم مقترب. مين فينا ما يتمنى القرب، خصوصا إذا كان القرب من الرب سبحانه وتعالى؟ المشكلة اللي بنواجهها أحبتي إنه في هناك قواطع ونوازع بتحاول تحول بيننا وبين القرب من أعظم من يتقرب منه وهو الله سبحانه وتعالى. مجموعة هذه النوازع أمهاتها في بيت واحد، بيت جميل من أبيات الشعر، بيقول القائل فيه: واحفظ القلب أن يلم به الشيطان والنفس والهوى والدنية. هؤلاء الأعداء الأربعة هم أشد الأعداء على الإنسان عندما يريد أن يتصل بالرحيم الرحمن الحق سبحانه وتعالى. اليوم حنتكلم عن العدو الأول، إبليس. إبليس الملعون، إبليس الرجيم، إبليس اللي بيقول لله سبحانه وتعالى: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. اللي بيستأذن من الله بيقول: لأغوينهم أجمعين. كل همه إنه يأخذنا معه، كل همه إنه يجعلنا من حزبه. هو أيقن بالهلاك فيريد أن يضل قدر ما يستطيع، يريد في الدنيا أن يبعدنا عن المولى بمسه، بوسوسته، بدناءته. كلنا نعرف التحذير من الملك الخبير الحق: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. قصة إبليس قصة حقيقة يستفاد منها استفادة كبيرة. ما الذي أخرج إبليس وجعله بهذه الحال؟ تعرفوا أنه كان يسمى إبليس، ماذا كان يسمى؟ كان يسمى طاووس الملائكة من شدة صورة كثرة عبادته، حتى شبه بالملائكة وهو ليس منهم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر. فحصل له القرب والاستثناء من الدائرة منهم وصار قريب منهم من كثرة صورة عبادته، ولكن عندما محص سقط في أول اختبار. لماذا؟ لأنه كان مليء بالاستكبار، أبى واستكبر. فهذه الخصلة كلما وجدت في إبليس، في جان، في إنسان، أبعدته من الرحيم الرحمن. فلذلك قصة قصة يحتاج للإنسان أن يستفيد وأن يتعلم منها الشيء الكثير. وهو الإبليس الأكبر عنده جنود ليس لهم عمل إلا نحن، كل همهم كيف يبعدون عن المولى سبحانه وتعالى. لكن الله سبحانه وتعالى لن يتركنا وأعطانا الحل للقضاء على مثل هذا الملعون حتى يكون لنا حذر منه أحبتي. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا هناك شيطان يأتي للإنسان في الصلاة، لأنه أعظم ما عندك الصلاة. هو سبحان الله كل أمر معظم لك في صلتك بربك يحاول أن يحول بينك وبين الله سبحانه وتعالى. فهناك جند من جند إبليس لهم اسم يسمى خنزب، يأتي للإنسان. عشان كده الإنسان لما يدخل في الصلاة يتمنى يخشع، يتمنى يخضع، يتمنى يذوق حلاوة الصلاة. فيأتي هذا الخنزب ويحاول أن يشتت الإنسان عن صلته بالرحيم الرحمن. فعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يتعوذ منه، من خنزب، يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم ينفث عن يساره ثلاثا، ينفث أي يخرج شيء من الهواء حتى يطرده. بل روي كذلك عن النبي أن هناك شيطان يسمى بالولهان يأتي للإنسان في الوضوء كذلك بالوسواس، لأن الوضوء مفتاح الصلاة مثل ما قال النبي: الطهور مفتاح الصلاة. فيحاول يقطعنا في أهم الأركان في صلتنا بالرحيم الرحمن. كذلك إبليس له عرش يجمع فيه جنده كل يوم، يقول له: هذا ماذا عملت؟ يقول: أنا جعلت فلان يسرق، أنا جعلت فلان يزني، أنا جعلت فلان يكذب. أنا يحاسبهم، عندهم مهمة كبيرة كيف يحلون بيننا وبين الله تعالى في علاه.
ذلك واحد منهم يأتي ويقول أنا جعلت فلان يطلق زوجته، يقول أنت تعال اقرب مني، ويجلس بجواره ويضع له التاج فوق رأسه. لما؟ لأنه عمل الجرم الكبير. ولذلك نرى في أزماننا هذه أن نسب الطلاق كثرت، لأن وراءها شياطين يحاولون يفرقون ما بين الزوج وزوجته. ولذلك قالوا أن التغافل نصف العقل. يحتاج الإنسان أن يستوعب الآخر، يعرف أن هناك من يفرح إذا تفرق الزوجان. فلذلك نحتاج إلى الحكمة، نحتاج إلى الذكر لله. طيب هذا النزغ الذي يحصل بين الزوج والزوجة، بين الإنسان ونفسه، بين كثير من أمور حياته، يشعر بأن الشيطان ألقى له الوسواس. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. الله ما تركنا وأخبرنا أن هذا الوسواس اسمه الخناس. ليش؟ لأنه يخنس بذكر الله. الشيطان والإنسان عند حال الذكر كالظلام والنور، متى ما انطفأ النور انتشر الظلام، ومتى ما جاء النور ذهب الظلام. النور ذكر الله. الذين اتقوا إذا مسهم من الشيطان، إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. كيف تذكروا؟ بذكر الله. الشيطان ما يتمكن منهم، لكن اللي يكونون بعيدين استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. أول ما يريد الشيطان يريد أن يفصل الكهرباء الحقيقية اللي في داخلك، فيريد أن يقطع عنك ذكر الله، لأنه بذكر الله يخنس الشيطان. فإذا قطع عنك حبيبي أختي العزيزة ذكر الله استحوذ عليك الشيطان. وكلما كان القلب مليء بالحب، مليء بالصلة بالله، مليء بذكر الله، والله ما يكون للشيطان مكان. الشيطان كيده ضعيف، لكن طرقه علينا كثيرة، ولذلك حلها والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. كلما تذكرنا الله كلما جعلنا الشيطان يخنص. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، أستعيذ بالله من شر الوسواس الخناس الذي يخنص بذكر الله، وهو أضعف مما تتصور. إن كيد الشيطان كان ضعيفا، ويزداد ضعف عندما أغلق عليه المنافذ، بأن لا يجعل له باب ولا أرضية في داخله تهيئ له أن يلقي وساوسه التي تكبر كالبذرة التي تكبر مع الأيام. أحبتي، هذا تعريج بسيط، الكلام أكثر من ذلك بكثير. يحتاج عندنا حرب، لأنه هو العدو اللي ربنا صرح لنا بعداوته. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، ولكن هي على عجالة تذكير بإشارة إلى من يجب علينا محاربته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وأن يأخذ بأيدينا، بأن لا يمكن منا أي عدو من الأعداء من أن يحول بيننا وبينه. اللهم آمين يا رب العالمين. اسجد لله، اسجد لله، اسجد لله، لله واقترب، واقترب.